يا أخي في الشرق أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، قم نعيد عدل الهدى الراشدين، قم نصل مجد الأباة الفاتحين، شقي الناس بدنيا دون دين، فلنعيدها رحمة للعالمين. لا تقل كيف فإنا مسلمون، مسلمون مسلمون مسلمون، يا أخ الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد قد آن الأوان، واصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع القرآن دستور الزمان، واملأ الآفاق، إنا مسلمون 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 مسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. وحن دغه نك او راهي ان منشد كا اثيوبيا مسلم كا ري اثيوبيا دنيا رضا قارئ قران كان اد واخريا محمد أحمد ونن اليراء والداعية إسلام ركاسينا عد إلهي هو قال هذا تبارك وتعالى كف ذي الدينة عد كي سمعان مركا دقينا نقول رحيه، ولكن محمد آدم ومنشدين تأي فنانين تأي رجين إنه إن شاء الله تعالى وحبضا أي مسلمين تأي إن كسو كرديان هدو إلهي لهذا تبارك وتعالى. ولا ليال ومدأن بدنين وحن إن شاء الله تعالى كشا كيسرنا ماطا كها ساوينا إسلا إيجينا إسلا فيرينينا مرلباد جيسك أفريكا وحن كهض لينا هشيسك إثيوبيا إيريتريا دحمري محا خسارة كجرة محا فائدة كجرة إياكو خسارة إيانا كفائدة سنية. وحن كلاقون إيش همبرين دونا هشيس كان إثيوبيا إيريتريا دحمري محان كفا إذي سنة هادان نحي ددوينها صوماليات جيبوتي يو إثيوبيا يو صوماليا بهذا قنادان دولد دي جيبوتي يو دولد دي صومالي دون سيدي واركيان أما إينا واركان أي تهي هشيس كان دحمري إيريتريا يو إثيوبيا. وحان نقول نهي ولا ليال إن مردويت إنت آنان قلين وحان نقول نهي وحاوريسي إلى يالتي قناة أما كانال أفكا عربية كسوة بحاء وطن ليد هذا أكوية لدلك التركيقة وحونا إن إلى باري سؤالو إلا إيو تضبع سؤالش أو مهم سنيد وحايا هيد إيا كدن بيه هشيز كان دحمري إثيوبيا إيو إريتريا مهشيز كي مدي أمبا مشو هشيز قوة دواوين أكدن بيان وأجدالي ما لا معنين كره سؤال شعب هذا سؤال شعب مهم سنة إذا نفتي هذا ونسلي جدنا ما تهدو إلا هيدا ذو تبارك وتعالى وحن كلون إيش مريد دونا أرمها كدا عي جودها وأنكو بلا مدونو إثيوبيا أو أه إن لا دونا يا إن لا فشليو إسبدل كإثيوبيا كصعدة سؤال بني سويدينا يا فشلنا يا ينوى مهم arimahaas waxaan kala oon ku dari doonaa dadka Soomaalida ee ku nool gobolka shanaad sida farbadan u yaqaanaan amba ogadeeniya sida kale ay u yaqaanaan amba Soomaali galbeed sida kale ay u yaqaanaan gobolkaas magacda badan sita ee dadka Soomaalida ah ay ku nool yihiin oo waliba yaab leh maxaa yeelay waxa ku nool dhamaan qabaaisha Soomaaliyeed أوطن وخلاصة دي باحال كاكونول واحد مدابة إني تحي قبل كاسي أصل كالصومالي دو ماشا أو كاوم كوين مركز سادرادت
وحان شاقينا وحويان ماش عصنا ضد كادقن وحان سلقينا سبدل كان وضع خسارو إيو وناك سنيبين أغفا إيدي سكران ضد كالصوماليدو سبدل كان داعي وحاس أو سؤالة إيان مانتا إن شاء الله تعالى عن فرديقين ننكو وضع إن قادر ديقيننا أم بس كغا هاساوينا كغا شاكيسرنا كو وضع شاكيسرنا وحان إسكو يديننا وحان مركة هوري سيدان شيغيي عن نيسو بندقيا أفر عرقتي أو أه إن لقدورو مركة لبادة يو أريما هاقار إن لسك إلالي أمبا للا صعدو أرينتو كوباد وحاوي وحالو يقانو استراتيجية الإلهاء شعوبتا وحالو سميا وحالو مشغوليو إلهاء بردها سيدان مثلا عيارتا أدونكا كوب ديموتكا أمبا كأس العالميو وحكم ديها استراتيجيات كواوين اي شعوبتا لغو مشغوليو حلال يحارانتينا كما هل لنو انو داتك كوبادة دا ودان كجراء عمبا قيمة لكن وحيالة اللوغو تلقالي انا سلوغان ولغو مارمان وحكم ديها استراتيجية الهاء الشعوب شعوبتا إلا مشغوليو اريد اسو حكا شقية مراكز عمبا مارتي ميلو المبارس تلغو سميو عالمي ان حروريار واوين اكو يالا ريقال بيتكا وحينا أد أقول تخصصين شعب والبا سيدي الله مشغولين كرا وحاكم بذا شعوبتين أفريكا دبري جيسك أفريكا وحلقوا مشغولية إيليهين أولا بقى من دكوبة دي وحوية وحلقوا مشغولية قبائشة مسألة دا قبيل كان هذا أم بقومياتك ومسألة لقوا مشغولية شعوبتين نوية أرين طلبات إيه لقوا مشغولية شعوبتين وحاكم بذا قاجرا إن لو أبورو قاجو أننجرين markaana ay la dagaalamaan gaajada aan sa jirin dhulkeedu lagu gaajooda maaha laakiin waa la sameeyaa gaajada afriikada bari ka jirta amba baahida labadaas waxa dhada istaraatiijiyada ilha wa ina la socono arin kale jirta oo shucubteen marka aan wax baareyna inaanan iloobina arintaas waxa weeye istaraatiijiyada la yiraahdo istaraatiijiyada idkhali shucub fil intidaar in la galiyo shucubta inay wax u sugaan العم سام أدير كي سام نيكا وين عب محوظ نوصا وضع إيا وحن وضع أنا محالي يقول تلقى لي أنا محالي أركي لاي إيه أحمد إيه أبي أبي أحمد وحوق بصدي إتوبيا لك الصومالي دومو بسو جيدبا وحالنا لقليا وحالي لعضو مرحلة الانتظار أما وحا جرت وحالي لعضو قرفردا مركا مقول كان مغسين كان مركا دكتر كان لطاقل لقوسو كان دكتر كان إذا كنت أسير فلسطين هل كاستان فردنا انتظار بانكو جرنا وحن سوغينا إن لوغ أو قادو نلاش إنان 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 قلنو مركا يدونا واستراتيجيات شعوبة لو سمعيو مركا وحن أركا إن دادك إنا أفكا الصومالي كوها الله أي قاركود إلهدان ولي نكا عادي نومسو جيسر إنو حال إنو كانو مركا وحن سوغينا إن حالنا لو كانو دي بدأ إنو غيما دان أنا سادة حد باجرتا يدنا إن لأغا وحاجرتا وحالي رهضو إن استراتيجيات ما هيضو لكن شعوب تيرنا إيه كجرتا وحالي رهضو دك دك عن حلو دن حيكا دقان تاي دك دك عن حلو دن تتكيرنا واحد مودا إن بضاني مركي اسبدلكو إثيوبيا وكدعي كما أين قيب قلين اسبدلكو أورما سميسي وحانا كلا قيب قلي أمحار تتكى الصوماليدو ويداوني منتظرين بيهايين إما كمركا إما تانا وحي ربا إن دك دك وحو هلا قاركود إن أي ردة علمان قف بني آدم أو أي ردة علمين فكر إثيوبيا وحال كاسو غارسيه وفكر أي كيانين تكريغو مركزات كيان إفرا بدل واحد يكون مشغول شيهين عبدي إيلي با عبدي إيلي عبدي إيلي عبدي عمر عبدي عمر يعني واحد كتغيان بروبلم كقبل كهيستبع عبدي عمر وارون وكم دي هاي بروبلم يدا قبل كهيستا لكن ساقا ماهين بروبلم كو بروبلم كو وكوين يهي وبروبلم إن قبل كشناد لوغو تلقالي in lagu gumeysto amba umada Ethiopia dhan lagu gumeysto amba lagu gumeysto dadka gobnimadoonka halganka doonaya marka mas'aladaasina waa muhiim waxaan nahay dhahira sawtiya dad waxaan nahay hadal badan dad waxaan nahay shaqadu ku yartahay dad waxaan nahay akhristu ku yartahay dad waxaan nahay feerinta iyo fikirku ku yaryahay dad waxaan nahay isla markaasina doona inaan muraha goosano markaasi adduunyaduna saw ma shaqeyso arinta sidoo kale arinta isla eegna u baahnaa marka intidaar waxa jira fadhi badan oo fadhi ku dirira oo waqti badan qaadanaya iyo dad degdegaya
مركان لبضة قل محاول دحيه صوليشين كات كارك دوتين هدو إلى هذا تبارك وتعالى سائلة يعني قوي يعني أنت أفراد وحوية أنت كصعطاء إثيوبيا تذكر واحد يكون فهمان علمي باجه تائم كعلماء دواوين سياسة بعض إيجارين وإنا فهنا دولده وحقوا كالبحان أشكال إعماق حجر دولدها وحكوريا لا ضدكوا على رقمان مثلا دولد إثيوبيا وح أساسي تغريق أساسي دولد سقاشني يكودي كديم واحد سمين جب هدي بدوجا مارتي مملكة إثيوبيا ودان قعدت كنت قبطي إيه كومنات أفرت قومي ووين إثيوبيا رمضة يتكريق رمضة يامحارك يتكريق يشعوب تكونفرت إثيوبيا للحظة إن كوا كريتنا والقصة واحدة رئيسي شعوب تاني هامش كأ إن أود بدن لهين سدى صومالي ده يعني فرتا إلا سيتو يهرارية ده يبني شنغول كي يوحي أوراقة ده يوحي لها المعلى شعوب تاني وإلا سيتي مركز إن مركز كسانتر كا باش بحضة مركز كا وحان فردي شعوب تاس با فردي أفرتا وحان سي فردي نوايوغا نوات كا ماشا مارتي بحضة 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 ده وحان سي فردي إن تقريقا أوكي تقريبو دولد يكا أساسي يكا أسكالها مركي دنبو ملسو غيريودي وهالقمي وحالو ديبي نكي مارتي ديزالي هادي مريم حيلا مريمنا وحوها صورة حقا دبرك بأسكا فردي مركي توردو عيدا عدينا وحاج يمدي إن أبي أحمد بأي يمدي أبي أحمد إما شدو يمدي موحي كردقان تهي تضبية اللاباتان كي سانو دولد دي إتوبيا رقي مامولي ويسعودين أساسي كردقان تهي إلا ماها waxay ka dhigan tahay ragasi waxay fadhiyaan umqiga imika Ethiopia marka uu fiirsatid marka uu leeyahay dawlad amiqa baa dawlad muwaasiya dawladda hoos ta ku jirta in la akeen wa tikrega khaasatan ragay sameeyeen ee amaasha iyo maxaan ku dhahdaa kanisadda orthodoxka iyo kuwa kale oo fara badan marka aan leenahay dadka hoosta fadhiya Ethiopia halkii joogan imika yahay amniga Ethiopia diyaarad ka caysay tafadhiisanaysa iyo hadaya iyo baananka xoolaha yaala iyo ka warhaya abke sidee ee wax badan oo su'aal ah oo ku maqba jira dawladdii hore oo amiqa marka dawladda amiqa marabto inay najaxdo isbeddelka ka dhacaya Ethiopia laana waa isbeddelkaana yaa inay shucubtu sinaadaan sida uu doonayo Abi Ahmed Abi Ahmed mashaakil baa jiraa fara badan gudaha marka iyadana arinta eritrea marka ka hadlayno heshiiska dhaxmaray iyaan ku dali doonaa marka Ethiopia afarta arimood waa laga marmaan inaan la socono marka doonno inaan alis aan sameyno akhwani fiillah walaalayaal adduunka meel kasta joogtaan dadka geeska afrika ku nool dad fara badan waa muslimiin weeyaan gaar ahaan dadka soomaalida afartu qodob muslimiin ah dadka muslimiinta quraanka wuxuu ku amray inay nolosha ka qayb galaan nolosha muslimiintu mudawadaan متفرجين معها اسبكتاتير معها ضد نلوشة انتي فريستان ضد كهالقمة يوكو بدا عياري اي داودان لوغو متلقلين اسلام قوحو نوغو تلقلي انا نلوشة عن كاقيب قلنو كاقيب قلنو نلوشو وحي مريسا سدح مستوى كو مستواها فكر كا نلوشة معمولة يسامين تيدا انا كاقيب قلنو ايان الهينا قرآن كتاكو شاهي تبارك وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وضيوح الربا ina nolosha aanu ka qayb galo waa ku arinta labaad waxaan ka qayb galnaa nolosha wax weeyaan inaan dadka la wadaagno mashruuc ay wadaan mashruuc ay wadaan inaan dhan ka qayb galo hadaan nahay muslim inaan fikrad ku darno inaan raayi ku darno inaan aqoon ku darno inaan mushaaraka sameeyno mushaaraka wax dhado participation inaan sameeyno waa laga marmaan weeyaan muslim baan nahay waxaan doonaa dadka khayr baan doonaa cadaalad baan doonaa raxmad baan doonaa ina ka qayb galnaa laba arinta saddexaad waxa weeye yareynta sharka adduunkan sharba buuxa muslimku inuu insixaabo maaha oo yidhaahdo walaal aanu miskiidkayga iyo baac mushtarkayga ayaan iska wadanayaa oo qarkaan la baxayaayo cadar inuu fiican baan marsanayaa oo waan is qurxinayaa xishkan tagay cumradan ka soo noqono iyo salaam baan iska noolaano marka dambeytan ayay xukumayaan hada laan u riidho waxaan rabnaa dhibaatooyinka adduunka yaala inaan yareyno oo dhibaato lama zuulin karo وفقه واحد كقرن قاعد يرد الضرر يزال دبات هذا ولا زوليا لكن دبات لما زولين كرسوا إذا الشهي نهائيا محمر كله سمايا وحاله سمايا
مصاريع بالقلا صراع بالقرا خير الخيرين بالسميه لبدا خير كخير بدن بالقاطا شر الشرين باجرا هذه لا بشر يكون قد بونا دان كير بالو دعا كسي كوين لو 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 يريو لو لو اريو لو ايفيتيو لو صار جوبيا وحسب با لا سميه علمدو انه برين دفع المفسده الكبرى المفسده الاكبر بالاريدا وحل سوجيتا مارتي مفسده الصغرى وحل سميه مصالح بالسوجيتا مفاسد مارتي الاريا درء المفسده اولى من جلب المصلحه هذه مصلحة أي تالو حمان وين أي تالو هرت حمان تالا قاعدة هذا عن دون الشورى إن كانوا استبداد الدكتاتور هرت كحينا مركها مشورة كحينا وحاس أردني وإن لشقيسي وبنت تفعيل القواعد الفقهية إن قواعد الفقهية إن لشقيسيو يلو بها إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أوكي ولا ليا دقال كان إريتريا يوتوبيا وحو صعودي لباتر سنادود ما انتا قولنا بعضي سيدا اي شاقة يهان لبدا قلو دقال كان محاكو جرا هشيز كان مرتا موحاونا كان نبات با دعضي ميسا واحا دعضي هشيز با دعي تطبيع با دعي سيدا قارا قوي هانا قبان انو لبدا منا ما قبو لكن واحا دعضي ميشا واحا صلحي با دعي صلحي هو محاي واحا لغو هشي ولسكو افقرتي إن لسو افحرو دقال كي لباتر كسنة دحمرية لبدن أودود إثيوبيا إي إريتريا وأيكون إنتين تتكفر بدن بقولكم ترى ده أقول يلا الجرسي وشديتكم ترى ده أقول إنه بقول لا تكون لكن بقولكم بس أقعدوا بقولكم بع لبدا جانبها كلمتي جانب كإثيوبيا نكلمتي جانب كإريتريا نكلمتي إنك استود جيرد أكون بند جانب كإثيوبيا ما كان دجال كش ده كإن تعلق بخو جيرد ودي دجال كان روحه هذا دجال لا غالبة ولا مغلوبة منا لجمات كان بدنا ما أتكان وأريد طلبات هذا صدق هذه وحوها دجال كني وحو كني إريتريا إنه قصة ما يحصار ونقبتين إريتريا وحين نقطة دولة مارقة إجاد بلغة صاري إن أوروك أفريقيا مارتي سيمارتي مارتي كوجو جو تابر كقاركود ودنا دا مارتي عرفت صاحب كلا هايين صاحب كوي دي مركي هري إن ودنا دا ريوروب يا مريكا ني وحكو حكومان إن إيته دولة مارتي شيطانة دا وإن لردق ما إينا نحين وحاس أوردن إريتريا وحكو جرتي مارتي ميل هشيسة بأذنا وحي هاي الدولة دا مارتي مدهودة دولة الإريا بهاي جيبوتي يدو يسكون دعين سودان يدو يسكون دعين يمن يدو يسكون دعين إثيوبيا يدو يسكون دعين وحول بو يسكون دعين بهاي كساد رادي الدولة دا ساس بهاي إريتريا وكي إريتريا أريما فربضان بها صوفو صاري ومركو كوباد وحا صوفو صاري قاجة أدو فربضان إريتريا ووضن وضن هذا أقو فقير سل أدونك ماتا فالوحي قريان وكالاديها أدونكو وقال كي بشان يستيتن وحي قوه سيان خطك فخرقا وضد آد وقا جونيا توبي وحكا جيرا إريتريا وحكا جيرا دكتاتيريات الدون كمد لمد أي نجري كو قفق ما صفري كرو من سدية تمنجر إلا إيه شان يكون نجر وضا كو بيحي كرو هدو كبحيا نوحو كبحيا وقلاشي إنو دور دكاجستو ومركا دكتاتيرا تكاليو كجيرا أحزاب سياسة المجران الله بصدح وحاجل أرقق حسن مدينة السلام خلو ودين الإسلام كدجال عبد بكويسة دولة إريتريا مسلمين تا وأغلبية دنا أتباع لوجود بام يشاس أرنت أفراد وحويان دولة إريتريا وحيلة هاي مشاكل لنا على حقوق الإنسان كملف كأنبال مارت فيلكا أم بدون سيج إن بأفكوا يقارنو فيلكا سنة وفيل أدم المدوية وأسود جدا وحاس قدم دولة السودان دولة إريتريا ومشاس كل نشاي دولة إثيوبيا أنتي إريتريا أيس خلافين waxa ku dhacday waxa ahayd meesha quraatay ee 180 ilaa 180 oo ay xuso umaraan bay ahayd dawladda Eritrea Ethiopia mafadka badda meesha ay badda kala xiridhaayeen iyadoo isla markiiba waxay heshay xal waxa dhacday masaa'i wa qawmin fawaidu inda qawmin aakhareen markay dhibaato qolo ku dhacdo qolo kale ka faa'iideysta Djibouti ba si fiican uga faa'iideysatay maashi markaa waxay u soo wareegeen 185 waxay u soo wareegtay in Djibouti u soo wareegtay جبوتي ومركا هوس كوليكتي سي اوسو جيدتو بروجكت غاردن ايتوبيا ايريتريا دارك دحمري كديبنا ايريتريا ايتوبيا جبوتي مركا هوس دحمرين ارنتي وي سي كولاتي اوكي ايريتريا مركاسي ايتوين ايتوبيا انا وحي ويدي وحاس لكن حلب حلب هشي حلكي وحي كده شي جبوتي عفوا ارتاس او قوراتي كوما ايغان ارمي بولشا دحدي سدا مثلا انحصار كاب عنقبتين تا لو هيو ودنك قدر وحوين عنقبتين تاس وحو كاني inay kala iswaayaan hooyo iyo wiilkeed laan dadka wadad isku dhex jiray jiray Ethiopian ka jiray iyagu dowlad qoratay ahaan jireen markaa waxay kala go'een wad ogtiin sagaashamadii hasa ahatee dowladda Ethiopia
إريتريا دكتي وحكون رح بعدين مشاكل كإنتاج يأتك من أفرع بدن هذا بهذا أنت كجسوا بحنا مشاكل اجتماعية مشاكل سياسية مشاكل اقتصادية وحل لوده بي إيش بدي الكاد عادي أو عبدي أحمد أبي أو كل دقائق يا إمتي سؤال شو حويان يا كذب بي إيش يذكر وحي قريان جرائد كأدو يدو وحي كذب بي لبقوة دود قوة محلية وحن جد قوة إقليمية أو جبل كأ هي قوة عالمية يا كذب بي سي جرائد كدولة إثيوبيا كأدو أوفيشال كأنا وحي قريان ورباهين تاسينا عم بقى شاغيان إننا وحي كذب بي وسجلنا هاي وحي ربي رئيس الوزراء عصب يمدي وطنك سيو فكرة عصب أوكيانو مركز جرائد كو حي قريان عالمي قاركود إن أهيد رقبة أمبا وجيدو أي ربيتان دلك إماراتك أو أي قرقاري سو دولود دا مريكانك إن أرنتاسنا لوغة مارتي جيدو صد حرموت إن لغو غيرو لبا أرموت مريكانك وطا أرنا وحا وضاتا دولود دا إن إماراتك لبا أرموت مريكانك وطا وحاويان إن أو دقالك شينها إيا مريكا دحايا إن لوه الحل وحال هذا ولالك أنا ويلك يالو ويلك أنا ولالك يالو مركا ما دام أي جيبوتي أحيد ماشي عيدنك مريكا كو أي فرديان واستراتيجيكا وحا ماشي يبدي عيدنك روشكا مركا روشكو عيدنك شينها إما شادة تشينو هنا معنو وين بيقو فرديدا إن روش يتو مريكا مريكا كو مركا رقاح سياسة ديت إيا رقاح استراتيجي ووكا قاضي أونا وقرين أو شاعك قاضي أريتاس مركا وإن حلو هلو وإن بديل لغا هلا جيبوتي ومال جيسك أفريكا كتالا جيبوتي نبديل كنقو كريسا وإن لهلو أرينتا اللبات وحوي مرايكا كأريتا أوكانيسا وماشن وغيبقو ومارتين وبديلو هلا وحويان ما داما دولد إريتريا أي لالا يدها علاقة دو إسرائيل علاقة دونا أي لالا يدها إماراتك محورك سعودي إماراتك وحويان إنا إيادنا لغا فرفرو oo ninkan madaxweynaha ka dalka isaga lagu qasbo inuu isfurfuro haddii furfur weyna bedelkiisa la sameeyo marka marxaladii isaga laga guurayay la diyaariyo laakiin lagu diyaariyo in heshiis uu dhaxmara isaga iyo Ethiopia labada arimood waa istaraatiijiyada Mareykanka uu wato istaraatiijiyada Imaaraadku ay wadataa waxa weeyaan Imaaraadku waxay wadataa waxa la raado ihtilaal al-Mawani fil bahr al-ahmar badad waxa dhan oo dikade ka jira bada cas inay gacanta ku dhigto إن هالشيء بس أقول لك شيء سوماليلاند بربرا بونتيلاند أقول لك شيء جوبلاند أقول لك شيء هالشيء كاسو دولة الصومالية أديدن تهي هالشيء بس أقول لك شيء مركي هوري جيبوتي أو أي كلا بحين أو أي مكان محكمة عالمية إسلام ريدونن إن واحد قبصتي سوق ضريق قبص ضريق قبصتي ماشي جزيرة تقول حيسا مرتي سوماليدا يقول حيسا يمنتا يمن رعسن ماشي سو استراتيجية dagaal baa laga qaaday laakiin wali siyaasiyan gacanta kula jiraan ee Saudi-gu waxay qabsatay xeebo farabadan oo ku yaala bad cas oo ka soo jeeda dhinaca ee maratay Yemen oo ay ka mid tahay dikada weyn ee Aden waxay kale imika qabsatay Eritrea marka intaas oo dhan bay haysataa istaraatiijiyada raad ihtilaal mawani in la qabsado macnaha waa macna saxa bad cas waxa ku yaala oo dhan ee loo yaqaan محلنا ده إمبرر أبا ديكادو إلى جانت كونكتو. أرنتاس محي وقف دن لا ده هاي. وإني أرنتاس وحي دن وقلا ده هاي. إني مملكة صدق كون مركب ككل جوشة حبهاس بطة عس باب المندب. إسكو حدا مارتي إلا إيو أسواق ده آسيا إيو أفريقيا أوروبا إيو عربتا إسكو حدا إني جانت كون قبضة. أيكوا أي مملان. إيه ربان. arintaas waxay kula dagaalamayaan iyaga oo ah dawladda kale maartay oo ah wakiilo Shiinaha oo soo wada mashruuci al-Xariir dariiqa al-Xariir ta soo wada oo ka soo bilaabmaysa Shiinaha oo soo maraysa Aasiya oo ku soo gabagabaysa qaarada Afrika oo Djibouti iyo Sudan iyo dalka Senegal intaas oo dhan muhiimka ah oo laga furayna maartay dikad aad u weyn oo laga yaabo inay halis geliso Dubai in boorarka Pakistan laga furayo arintaas dagaalkaas ma jira dagaalkaas mihwarka isagoo jira mihwarkii waxa loo bi kareen in Turkiga iyo Qatar oo iyo kuna Sudan soo fadhiistay xamarna fadhiya oo si xoog leh u fadhiya marka
ماشى السوق الله صعده ماهن أو كرة عمق إثيوبيا ده بضل معناه إثيوبيا الله صعده معها إثيوبيا وح الله صعده وحويان إثيوبيا وح دحيا لي معدنة إلا كانوا إن مارته مواندا أبدي كده هلا كانوا ولا جيب جيو قارهان غاز كوين دحيا لا ودن كا قبل كشرادة ذلك إثيوبيا وآه غاز كو كتل معمي أور عشق إنك اللي راهضه وبحيرة وبط يعني ولك لك وين أو طالب ضم وكتب قال دونا دقى لها وقت قصو صعته أوكي مركا استراتيجية ده بريكنكا يو إماراتك إيكا مركا كدن بيجي هالشيء كريحي ودكتور هاي هل مليار أو دولار بليون دولار إن لقي لي دولة إثيوبيا أو كانت دولة إماراتك بلا يدو أمها هين دير معها لقول وحلو كبايا مصرف كأما بنك إثيوبيا ناشنال كا لو مليار دولار استثمار مال جلبا لو سمينيا كدبنا لو دري ابي احمد انو بوقشه كتغ حمر او لا سو شرو مدخوينا فرماج او كسو لامو اسلام مركاسنا او احمد ابي بلابو انو اريتريا هشيس لا سمينيو وحا سودن وح الا اخري او باهن ويان ماها انا لا ايغو انو لا اسك دافو اريما كلا غوغو انا ماها او وح اسكو ود خيدن ويان مركاسا دراد مقال ان كو قري بوغي اف عربي وحن كو قري احمد ابي ام ابي احمد وكنا جهز سياسة داري مهد دي بدأ أوحو قاطي فكرة وكاني نكال لحظة دكتور أحمد أغلو يدالك معرات التركيقات وزيرك داري مهد دي بدأ هوركا هنجري من الرزوزاركا أوحو كاني وحلو يقانو تصفير العلاقات الخارجية تصفير المشكلات في العلاقات الخارجية بروبليمية دا ودنا دا خوو مرسان عالمي دا أبا إنا تكلم تزيرو إنا دا واح بروبليم اللي يالا إريد إتوبيا إيا جبوتي وإنا بلا بروبليم نوضان إثيوبيا إريتريا وين بلا بروبلم نوضان إثيوبيا يكوفرت السودان وين بلا بروبلم نوضان إثيوبيا السودان وين بلا بروبلم نوضان إثيوبيا الصومالية وين بلا بروبلم نوضان إثيوبيا كينيا وين بلا مشاكل نوضان إثيوبيا هي ودنا عربت وين بلا مشاكل نوضان وين أنت بتصفير المشكلات واحد على زيرو وين لقديسيو علاقات كأريمها دي بدأ ساس بوسمية نكن أحمد أول الأوريجين بركي تركي وإثيوبيا لبيان برنامج شو هو يكون رأي أريت الله يقاني برانتا عرب كان بربيع العربي بكذب إيه مكتاب وقاتي هساهاته وحاند أحمد أغلو وحاند جدا أبي أحمد فكرة دا أحمد أغلو كسو قاتي وضاين وكل نجيحيو علاقات كيس دي بدا مصور تقلبا إني نجيحيسو أرمها قدهنا علاقات كأرمها قدها مين نجيحينيسا يدونا واحد أبا هانتهاي إنا نسلقنا إن شاء الله تعالى. أوكي إخواني في الله وحويان إن أريتاس وأريتو وين أريك لا جرتوا استراتيجية وكلي أحمد أبينا محيطه أبي أحمد معه إنه علاقات كيسة هجاجيو دي بدأ جودها محيفة إذا ولا راح رجع وضبط رسياسة ده وحيلين صدق حرمات بقى وكان هسا إني أحمد أبي أحمد وكوبوليست وأمريكا كوبان هرت دي بدأ ضد سياسيين أنت يعان وكسو معارض نقدان أيو ماشى ترتريا ka wax weyn ixmaad al muaradada quwdi muaradka wuxuu ka soo xiray dibadii nin walba waxa laga leeyay kula ma hata masar muaradki joogay waxa laga leeyay gala eritrea gala isaguna marka wuxuu ka declaration sameeyay in dadka muaradku ay soo galaan wadanka oo ahsaabtoodi ay furtaan siyaasiga loo ogol yahay arinta warta ku weyn uga danleeyay arinta labaad uga danleeyay waxa weeye in uu talaabo dheer qaado talaabada dheer marka uu qaado wuxuu uga jeedaa kuwa doonaya gudaha inay wax laaqaan amba ay wax sameeyaan amba barnaamij ay xumeeyaan amba ay kharaabiyaan wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo talaabadii way niga dheeratay Ethiopia halkana joogtiin ma joogto meel kale joogtay Ethiopia waa aabo Ethiopia waxa uu hoggaaminaysaa bariga Afrika inuu maskaxda uu keeno ayuu rabaa istaraatiijiyad waa arisa tahad baa jirto istaraatiijiga arisa tahad istaraatiijiga waxa weeye waa arin isla og yihiin isaga iyo ah wadannadan waaweyn ee reer galbeedka oo ah ifshaal mashruu asiini illa fashiliya mashruuci chaynaha mashruuca chaynaha ee geeska afrika wuxuu ahaa mashruuc saddex dhadhaar ku fadhiya dhadhaar dhari waa dhari dhadhaar saddex dhadhaar buu ka sameeyay dhadhaar wuxuu ahaa chaynaha dhadhaarna malles dhadhaarna ismaaciil umar geelu ahaa marka wax weyn mashruuci malles baa fashilnaya mashruuca ismaaciil umar eritrea lagu fashilnaya mashruuci chaynaha kaliya ka soo haraya marka laba dhadhaar buu weeyaa marka labadii dhadhaar ee kara marka la sameeyo ما حلوس بدل مشروعي بديل كها أوه دار مريكان كها دار إريتريا يا دار إثيوبيا فكرة داس بعدين اللي جو بديل يا
arintan maarte China fikrad aan ka saayduna in karta meesa marka arintaasna waxa weeyaan waxyaladu u jeedo iyey kamid tahay Abi Ahmed in manduurka koosta laga arki karo hadaba walaalayaal su'aashu waxa weeyaan Ethiopia iyo Eritrea heshiis macnay leedahay macnaha aniga ay leedahay marka aan ahay qof Soomaaliya oo reer Djibouti ah oo muslima wa inaan su'aal isweydiin annakuna okay maxaa ka faa'iideysanaa khasaarihiiga iyo wanaageega waan aragnay Djibouti khasaare ugu jira sida uu sheegtay jiridad Mareykanka soo baxda sida ay sheegtay maxaan ku dhahdaa dawladda ee maratay nin Congresska Mareykanka ku jira soo sheegay intu waxay dhahdeen khasaare weyn ba qofka ugu khasaaraha ugu weyn Djibouti gaari doona waa wax iska cadna inuu khasaaraha ugu weyn Djibouti gaarayo laakiin aqliyadda afrikaanka waxaa lagu rabeeyay wax weeyaan najaahuka khasaara بالنسبه لي وخسارتي بالنسبه لك نجاح وفكرتها او فولخون افريكان كو هيستان حدان انيغو خساره ادا نجحيه حدا ادغو نجحتنا انا خساريا اذا ما حسمانيا مركا وان فشليه هاد يجر نجاحا تاسي ما كدلنيا وها كدلني ان منطقتو كبيح ويدو لولا الا سيكل اوديكر لين فكرته نجاح انو ان نجحو حدان هي جيبوتي اريتريا النجاح بو يحي سوماليا نجاح بو يهدي سوماليا تيار دي كوفر طيبا إثيوبيا نجاح بو يهدي أنو هدان نجوح سوماليا هدان هاي انت كالتان نجاح بو يهدي أريتا فكرة داس وها فكرة دا لنادو أربح وتربح أنا قونا هن معاشو أدي قونا معاش عقلية دا وحا كالدن ليا إن دي كده هجيسك أفريقودن عقلية تكاملية لغو ديسو وإسبوحيان تاني وحكا سو دقان وحلق دو فيو تر وحكا لك سو دقان لغو دو فيو تر وحكا لغو دو فيو وحيالا دا إسبوحيان ترتن تكامليه تنافسيه نظام يكو اسبوعينيه اي ترتميان هدرا وحا كو ترتميان سيرفيس كي خدماتك وين اسبوعينيان او دقاله اسبوعيه نقريان صدر هذه العقليه التنافسيه اي تكاملي وحا كانت امده هدستا لكن عقليه تنافسي غير تكاملي اسمه بوخينو لكن وان برتمينا وترتمينا وحا كانت خساره كانت marka sadra dad be Djibouti ka faydisatay khasaarihi Eritrea maanta Eritrea waxay ka faydisanaysa khasaarihi Djibouti okay annaku marka luqatu al-khasara wa fahanni luqatu ribhina wa fahanni laakin sidaan annaku u akhrina hadaan nahay dadka afkan aan ku hadlay ku hadla su'aasha waa muhiima waxaan aad u la yaabay waxa weeyaan in Abi Ahmed wuxuu jabiyay laba gidaar oo khatar ah gidaarka koobaad uu jabiyay waa gidaarka Ethiopia iyo Eritrea waa gidaar adag buu ahaa oo meel isku dhisay uu dumiyay gidaarkii booqasho ku tagay waa laga yimiday waa la qoslayaa waa la farxayaa farxadda iyo qosolka waxa ka dambeyn doona garmayna laakiin saas lagu jiraa imika wax weyn baa ka dhashayna oo diyaaradda Ethiopia dhoftay oo tagtay maratay safaaradii waa la furay waxa dibila maratay visa ma jiro waa isku furay labada wadan saas baa dito loo bilaabay dadkii oo himba ka imatay way farxeen waa is xambaaraya markaas la isku xambaaro sidan baa la sameeyay talabada inkastoo dadka dhaqaalaha baa dhaayay leeyihiin Ethiopiana waxa ka jira rag lacag badan iyo xoolo badan haysta Eritrea xoolo kama jiro si u tartamayaan fikradda Shiinaha ay qaadan doonaan oo ah Shiinuhu wuxuu dhahdaa lacagii wadanka Afrikaanka lacag u dhaxsamee marka ay ku soo kacayaan marka baa la wareerayaa fikradda ay qaadan doonaan baa leeyahay dadka tahliilka sameeyay ala ay tahay ikhwani fillah wala layaa marka taa ka imanno su'aashu waxa weeyaan wuxuu jabiyay gidaarka weyn oo ah laba wadan oo is arki kareen oo marka aad dagaysatay si isku caayeen aad moodis in had dib u heshiineen iyo heshiin uu jabiyay gidaarka gidaarka labaad uu jabiyay waa gidaarka Masar markuu Masar booqasho ku tagay wuxuu u sheegay inay biyaha Niilka masaaridu say u heliyeen u helayaan maartay sidkan la dhisayo ee loo bixiyay sidkii maartay nahdada iyo horumarka Ethiopiana uuna noqonayn wax Masar dhisaa hadduu noqonayna dib baan u eegi doonaa buu keydi inay Masar dhibaato soo gaadho ma rabno gidaar gudumiye ma rabo inay wadamadaasi mashaakil ku noqdaan maartay Ethiopia sidoo u jabiyay wuxuu keenay fikrad cusub annagu su'aashan sweedina wax weeyaan ma jabin karaan maanta koonfurta Soomaaliya ragba halka farmaajo iyo khayr ma jabin karaan fikradda ah Soomaaliland muqaddas ma aha mudannasna ma aha wa inay qasab midnimada Soomaaliya ku aaminto ma jabin karaan inta ay diyaarada qaataan ma ka dhaadhici karaan magaalada Hargeysa oo ma la sheekaysan karaan madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Sayliici ma kala sheekaysan karaan arrimaha ah war sidee u noolaanaa inta aan isfahmayno
طلبها من قاضي كران وما كفاية سكرنا مايا مصبي حنفتيسو عم بسيلي انت ديارة قاتان مقالة حمر عاصمة دي صومالي دعا ما كتاري كران بلا عقدو يكون عقد أقابل لأنه بقولكم بالإسكت دي لي حقا ندد بالإسكت دي لي وحاس هو تاريخ ويان تاريخ دي وندان كل العلين نقونه أسكت إنا أبو رماها وإنا هالك هورا لأيقو شعوبته وحيد أحدا الشعوب الناهضة شعوبته هرمر قادسة تنظر إلى الأمام هالك هورا إيقتها والشعوب المتخلفة شعوبته متخلف كأنا دائما تتحدث عن التاريخ مأساتك شكيان وأنا سدلي ودلي وأضمانا هين وأنا العي وأنا للي وأنا سليني وأنا نعنا وحزا لغا شكيان صفحتها هزكرون إخواني في الله ودتكي نقاجة هايسا شوماش بجنا بطالة جفتا أرنتا مسامين كرا مدحوين بيحي يزيلي مسامين كرا مدحوين فرماجو يخيري رزو زاروه طلابا مقادي كران دافسان جدردا ومدى ملك المورجي كرانو استوار عصب ما أبوري كران أو أه ويكن هرقيسة كسر راعي لو مد لي هرقيسة لكن والوقوس ودوين كرا طلابا من القادي كرا ما سمين كرنا ورباهن إعلام أرنتها قرقارتا أو أبورتا صومالي نمو أبورتا دد نمو أو دافتا وحالي دا هذا حساسيات درسيقا إريتريا إيطوبيا ساموغي فريسا كرنا سيكالبات مدحويناها جيبوتي إسماعيل عمر قيلي انت او دافع حساسيات دا انا ما اصورتا قالي كرايسا انو اي داهدو واروطنا كانوا اللوودليا اميكا وحولي سوو قالا دادك رجبوتيو دادك رجبوت مو سوو قالي كرايسا دادك وراقاتك قادي باسبوراتك قادي واحدك قادي محانكو داهدا وحبادا ما دافي كرتا هالكاسو بورا كرتا وار انيقو وحان هاي آبا رجبوتي كالايا دمانتين ما اركي كرتا داهر احمد فارح ما اركي كرتا قف عادية او نورمالة او مواطنة او رجبوتي او سياسية وقال لشي كيسي قرتي موري كرتا عبد الرحمن بورسيدا موري كرتا مارتي مدحوينها فرويدك خبايسان سا موري كرتا مالشي كيسان كرتا ومدافي كرتا إنا تلاهديد سا إياك النفتو دو مدافي كران فكرت دا معارض ومبانا هاي مدافي هل كان مقاري كرنا يو ماشي كيسان كرنا إلا واحد شي كيساني و إريتريا إيتوبيا بقول كن أوقف اسكدي لي إيا شي كيسان مرحلة دا رافي هل كان مالغا سامين كرا درسي هو إن أوجد دتك الصومالي ذا يرد جبوتي وحويان يعني حل وحاء دائما حوارك حوارك لكن أنا هين سوبرمانك أنا كاسر ريا أدو يهوسفني أم بسوهو أم بويسوهو يتي وحنني نأكل ضيما وحوار بين الأنداد دت إسكم مذا دت إسلك دت مارت قرب كنن نك ولا لك نك قرب كا قرب كا على قط يا بعدي هوسلو ما إيوه مركب وحاس أوردن ما سمين كرنا وسؤال مهم marka waa darsi gaasi wuxuu u yahay darsi muhiim ah dadka Soomaalida khaasatan jamhuuriyadda Soomaaliya Somaliland iyo Djibouti darsi kale ee wax weyn war Ethiopia waxa ka dhacay isbeddelka waxa keentay Oromo Oromo ma aha Oromo dhalay waa Oromo cusub weeyaan Oromadu Soomaalida leenaysa Oromadu Soomaalidu Oromada leenaysa su'aasha waxa ka muhiimsan waxa aanu dadka Soomaalida wax soo badhaya Soomaalidu ma sameyn kartaa revolution si u sameeyaan Oromadu gobolka shanaad Somalia da okay barbar ba kas dadqaqaysa dulmidid ba fadhiya adisaaba hargeys maratay magaalada raba imanaya jijiga gargaaraya la waxa loo baahno waxa loo baahan yahay ninka la yiraahdo Abi Ahmed lama sheekaysanayo dad fadhiya hoteelada fikratu alfanadiq ghayra fikratu alkhanadiq fikratu hoteeladu ma aha mid wax bedisha fikratu waxa wax bedisha meedanka inta ay meedanka u soo dhaadhacaan dadku boor karaan isbeddel baan rabnaa ki ay sameeyeen oromadu baan sameeyna ayaanta ku xigta Abi Ahmed Addis Ababa kugu ma yaray isaga kugu iman doona jigjiga kugu iman doona guday kugu iman doona qabri dahar kugu iman doona Ethiopia dirdabe kugu iman doona meesha aad degan tahay ee Soomaaligu u fadhiyo ayaa lagu iman doona isaga ayaa waxa dhada siyaasadu waa maxay waa quwwatu tafaa'ul وقلبه انت ادغشتيد ويا مركا اد قفكه دغشيد مراد كسوداد ساجيدكا لكن هداد هوس فرتو ارق ابري اتراد ساسد بري ماله ساسد ما صلات ساسد ما دين ما عباده ما نحريس ساسد نحريس ماله ساسد ما اور الخير يا سما فلما ساسد وحوق قوت بلو بهي قوت دا وين امدار كيت خددكا سوماليدا وحن كو اورنيا وان استبدل كو دحدو لبا شي اد مدخينا كسارنو ري وحن هي سوماليدي دغريد قبل كشاد باتين هجيت دقيت يقول لك شنو بتجنن دول كالديدين
سؤال سويدية ما وحدهن مواطنين بس وحدهن ضد أن مواطنين هين وسي توب يني أركي سي إكسبشنالها ضد استثناء ضد توب يجير كيف فريو عدبي ومشاكل كوها يو عروس باتين مش ضد وحدهن وطنية أرنوك على سؤال شو وينك جواب تين عرين طلب هذه وحوية ضد كيتوب يوحي هليان هداد هلين وإن سؤال سويديسين ما نلا أضون صدا مش حربان هاي حربان ها أضون منهن سؤال شو واحد كوكا نسا إن الاستراتيجين حربانا حرتم هيكل حيقول زي أنا تلاقي أنا قلنا واحد دونا يا منطقي أشلاء تولى أرمادو كده قلمن يا أنا جاني هجتة وحي أرما هجتة أنا جاي هجتة بل واحد كده رب أنا جاي هجتة هل قلك واحد بلودن عفرتن كي يقطن كي يلحن كي يتضباطن كي من نصر الله من نصر الله حزب يقولوني إلا صوب على قلبين إلا أن لف إلا كوي كده بي مارتي إن دليلاً دي بوسوكا على أحزاب تبطل صوب جت صوب عليه إملك سجوكته وحاس أقدن waxay u baahan yihiin in visionka loo bedelo meedanka oo ila dhaadhac weeyaan dhulka loo dhaadhaco marka maxaan ka faysiin anaku war oromo waxa la dhageystay markay kacday Soomaalina waxa la dhageystay markay kacdo okay kiicitaanka Soomaalida saddex caqaba hortaagan saddex dhibaato iyo hortaagan maxaa hortaagan lacag aad u farabadan oo milyoona ah oo la qaybinayo waatu aan Djibouti hore ugu soo aranay taas ba hortaagan isbeddelka Ethiopia in Soomaalida Ethiopia arinta labaad ee hortaagay waxaan oday aan fahansanay siyaasadda oo siyaasadda u fahmay inay reer tahay siyaasadu ayna ahayn qoomiyad siyaasadu waa qoomi oo national ah reer buu fahmay aniga marka reer baa dhabarka laga taabanaya reer kale lagu diraya taas uu ku jiraan waligood yaalood hada dawaab aan dhada xalqada aan dhamaanin taasina waa haysta arinta saddexaad ee dadkeena haysta waxa kamida dad raba inay bedelaan nidaamka imiga jooga oo iyagu ay madax noqdaan marka waxa weeyaan ana ka xeynkan ana noqonay madax si aan madax u noqdo waa inaan ka ciyaaro filka meesha uu ki hore ka ciyaarayo arimaha isbeddel ma keenan isbeddelka waxa keena dad aanan rabin inay kursi qalaan madaxtinimo helaan laakiin raba inuu isbeddel umadiisa u dhaco oo ubadkiisu ay ku noolaadaan nolosha maanta lagu nool yahay mid ka fiican oo ay ku noolaadaan ubadka ubadkooda ta lagu nool yahay maanta tu ka fiican ay istaagto qoxootinimada lagu soo qululayo Yurub iyo America iyo Canada iyo Australia sadaradii waxa weeyaan arintaasina waa muhiim waa darsiga aan ka faa'iideysanayno waxa weeyaan in aan wixii ay sameeyeen oromadu dadka Soomaalidu ay sameeyaan si loo sameeyo revolution waxa loo baahan yahay saddexda qolo ee caqabada ah waxaa jira qolo laba qolo oo sameyn karta revolutionka koow qolo sameyn karta waa aqoonyahanka Soomaalida aqoonyahanka maanta Soomaalida kuma jiro jaamacadihii laga dhisay haday jiga tahay haday dad laba tahay haday jaamacad ay tuubiyo dhanba tahay dadkii dhalinyarada Soomaalida ka soo baxay kuma kumbi ka badiyeen dadka master haysta iyo doctor haysta haysta iyo boqolaal ah markaas aqoonyahan Soomaalida kuma yoro laakiin aqoonyahanku waxa jira nooc raado aqoonyahanka caloosha kaas waa problem waxaanu baahanahay aqoonyahanka qadiyada marka qoladaas waa koow labo dhalinyarada soo doon jirka khayr yaa tagyir ka sameysa nabiga wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam waxa ii gargaaray dhalinyaro dhalinyarada ilaahay ku bedelaa kownka haddii ay jeer ashabaab oo tagyir haddii aad maqashid waxa dhacay revolution waxa isbedelay shajma isbedel baa dhacay waxa ka dambeeya waa dhalinyaro haddii aad aragtid dad odayaal waaweyn oo ciro la meel fadhiyay waxay ka sheekaysanayaan waxa weeyaan geeridii baa horta la cudurro hor yaala mustaqbalkii bay ka yimaadeen waxa weeyaan iyagu waa maadi taariikh bay ka sheekeynayaan laakiin dhalinyaradu waxay ka hadlaan haddii jeer mustaqbal bay ka hadlaan waxay doonayaan isbedel bay doonayaan marka labada qolo waa in isku xidhmaan aqoonyahanka iyo waa inay ku xidhmaan qolada la yiraahdo musaqafiinta raggan maal qabeenada la yiraahdo xoolaha leh ee Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay xoolahooga inay mashruuc u sameeyaan war xoolahan aad haysatid aad cunaysid aad ku dhoofaysid ee hotel ku seexanaysid baritul aad ka banantahay macna male isbeddelka ummadaadu ay sameeyayso xataa in lagu arkin gargaar hoosta ka samee oo dadka idaacada u samee oo telefishinka u samee oo u samee maartay journal wax lagu qoro oo u samee maartay dad maartay umada hoggaamiya oo waxaaga siisid oo talaadid intaad hoggaaminaysid anuu waxa waxaan bixinaya dadka waxa loo baahan ninka maal qabeenku inuu qadiyad yeesho inuu iska noolaado un maaha walihada yuu ilaahay tabaaraka wa tacaala suuratul muzammil markii uu amar ka dhigay in la soo jeedo habeenkii oo salaatul la tukado waajib ay ahayd wuxuu u khafiifiyey waxa weeye wuxuu yiri dadna ilaahay bay u dagaalamayaan oo nidaalkii ku jirayaan dadina bay mushtarkay sameynayaan oo ilaahay xoolihii bay u soo gurayaan nolosha ay ku soconaysay dadku ay ku wadayeen marka xoolaha in la keeno oo qadiyad loo yeelo sida Cusmaan bin Affaan waxa weeyaan
والدينية أباهن إنه يشنك بيع مشترك إيه صومالي إيه مسلم كأ إيه أوهايستا إن علاش عجا على غير حقه ولا مرت أريكا لريتول راح يستو وضد كمرت هي مسكيت كمكان الجوجنا ضد لسيا مرت الدولار دولاريو شاشة دولار لسيو كل شيء وحورك وقلد ويه مركب وين الدينية إنك بيع مشترك أنا اسبد الشوية يعني. علومات الدين الإسلام كسيدة وحلوغ بهاي مسائش حرية إنك هذا المانتا تحرير العقول إن عقلك الله حريه تحرير الأفكار إن أفكارك الله حريه تحرير الأخلاق إن أخلاقك الله حريه إنه بناءك كحر نقضه هذا هو الخطاب مانتا ديسكور كلوغ بهاي إنك داعي يا شيخنا والتسوي مركا وحاس أورنا وحي كانسا إن كفا يديسنو طلبدا أبي أحمد وقاضي إيه هيد إن اللي بدأ وطني هشيان مانتا أنكونا وحنا نبهن هاي هشيس كاس إن دروس كاس وبحنا درسي كبادي وحويان درسي آه صوماليدا يا صوماليدا درسي غلبت جيبوتي يا جيبوتي درسي قد حاط صوماليدا إثيوبيا كنول درسي أي كلا صوب حيان درسي أفراد يا وجود دمبيا يا أنكلب أنكلب بحي وحيان مجرو دقال عن دم اللهين منجرو مارته نبض آنن يدونا معنى اللهين ودرسي مهمة دقال كستي بحولي دمات لا بقف كستو جديد بربع بعد دقال كدمبيا دقال بركة محقوق دمادا إنه متأتكاده وحقوق دمادا إنه متلينتو وحقوق دمادا إنه مارته تكوي شيئا وحين ولسكوا فقسين يكوف يعني ودقالك اللي هيشي دقالك اللي هيشي يعني وقف يعني أوكي دقالك مركب وينو دماغه أي صراع وإن حلو هلو أول دماغ يويا أنك مشكلة دي أنه وحوين قبيل بس كدر رينا مركب وإن حلو هلو وإن لقورو ويا أنا أنت كاليتو وحوين نبط عن معنى اللي هين فائدة ملا تذكر نبط 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 محاو جيش نبط محاي معنى وإن معنى الله يلو نبطو وإن الدعمي دقناشها حريتها دقالها هرمركا وإن السميسو نبض لسكف فديو لسكو يجي هونو قاجة كودي شو يدنا معنا مله نبض إريتيري قودي نبض بك جيرتي لكن قاجة جيرتي تذكو أفر تجير بكل دتان جيبوتي نبض بك جيرتي لكن وحما جيران ما كان نبض وإن لا تفعيليو وانا إلا توظيفيو وإن كر لو قاضو وإن فكشن اللي قشو شغل اللي قشو نبض ويان مركا ساد رادي إخواني في الله أرنتن إثيوبيا أرنتن جيسك أفريكا وحويان نيل هذا مارت كريستوفر فولكر فاكر ومارت رجال بيضة وجامعة قدر كوتها لرجع وحوجدي جيسك أفريكا هاد يجروح وقلا صراع لولا بقلا لكن لولا كأمبا وجهك لقاطة ومنطقة صراع ومنطقة لولا أوكي وحوجدي أرنت أقول روس لولا ككينتنا ومحي وإثيوبيا يا سوماليا سوماليا وحي رومسيين إن عنصريين حرة وإن مذوبانة قلبي كجثة إثيوبيان كون واحد رومسيين إن يهين عنصر إن جيسك أفريقيا هو جاميانا أي مامولانا وروح دي ملك بقى كجرتها وحنا اللي بدها بقى صراع إثيوب جيسك أفريقيا أبورا دول ده هو وين أدون كجوجنا واحد كيف في إسطنبول مشاكل كا اللي بدها قلها هاي شطر اللي بدها قل مشاكل جوجا هذي حاليان وحويان صراع دي بدو كم في إسطنبول وحنا سألني كأنه وأنا بروفيسور أو محلل أو اللي هو كنت خصوصي أريمة جيسك أفريقيا أحداثه سيدعوين كمشاكله فكر كجود بكهله أدبان هو فقصنا هاريتاس مركز هذا رادي ذو حويان درسي كلا إنه بلا مدونة أو عن بلال إنه قاضية أو سؤال عن صورته أو لقصة جوابي وحن نقتك يا إن شاء الله تعالى سدايو نبت قليو ينول كلانتي السلام عليكم ورحمة الله تانا كبحين وحن حسوسين يا أون أدي أد عن جعلهاي إن علوم ذا صومالي ذا وحن أمها النقية labada culumo ee reer dirdhabe iyo magaalada maartay agteeda ee dirdhabe maartay oo ay dagaal fiican dagaal xun uu ka dhacay oo nabad fiican ay ka soo hoyeen ee markaa jirtii magaalada dirdhabo culumada maartay ee asxaabta aan lahayn walaalaha nahay Soomaaliyeed iyo labada qabiil ee istirreysay ee maartay gurguraha iyo ciisaha ee nabad waxaan wali way socotaa laga soo hoyay adban u faraxsanahay dadka gurguraha waa dad aan walaalnahay isoo waa dad aan walaalnahay waa dad walaal ah waa dad Soomaali oo dad Islaam ah Ilaahayna ma ogolo inuu muslimku muslimka dilo inay dagaal dhacaan Ilaahay ma ogolo bal waa xaraan waa dunta ugu waaweyn waxa uu horeeyaa aakhira cadaab la soo galneeyo dhiga muslimka kamida markaas taas daraadeed heshiiskaas inuu sii socdo oo arimaha ugu dambeeyay ee xarin aan la xaliyo yaan ugu yeeraya waxaan kala on qaba in gudiga nabadeynta la sameeyo shucuubta Itoobiya nabadeynaya gaar ahaan shucuubta isla degan ee isku agdhow oo gudigaas ay ku jiraan culumada diinta iyo ay ku jiraan maartay odayaasha ee dhaqanka ay ku jiraan qowyahanka iyo dadka dibadda iyo kuwa maal qabeenadu intaba ay ku jiraan
oo aan laga qayb galo in xalalka la keeno in marxaladda labaad ay noqoto in heshiis laga keeno Soomaalida iyo Oromada dagaalka aad uga socda goboladaas oo dhan reer Liban